الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أدأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الماسة بمدينة العالمين الجديدة. الله أكبر. اللهم إنا نسألك من موقعنا هذا أن تحمي مصر وأن تحمي شبابها من كيد الكائدين وغدر الغادرين، وكل عام وأنتم بخير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السيد الرئيس قام عقب صلاة عيد الأضحى المبارك بجولة تفقدية بمنتجع ماسة العالمين، حيث رافق سيادته الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من السادة الوزراء. بيتكون مشروع فني من 6 أبراج، البرج 1 و2 والبرج الثالث عبارة عن فندق، الفندق عبارة عن 750 غرفة، غير الفندق الصغير في 102 غرفة، يعني حوالي إن شاء الله القوة الشعبية بتاعتنا 850 غرفة فندقية. منطقة المارينا حوالي 650 متر، تم الإنجاز منها حوالي 80%. منطقة الخدمات دي فن ضم الشرر وغرفة المحولات وغرف التكييف، وتم الانتهاء منها بالكامل، وتم الانتهاء من الانفراستراكشر بالكامل للمشروع بالكامل يا فندم. وقد استمع السيد الرئيس إلى شرح تفصيلي عن مختلف مكونات المنتجع. بعد ذلك قيام سيادته بمشاهدة فيلم تسجيلي حول المشروع، حيث أشاد السيد الرئيس بحجم الإنجاز الذي تم بالمنتجع بما فيها الأبراج السكنية والمول التجاري ومسجد الماسة، فضلا عن أكبر فندق بالساحل الشمالي ومنطقة مارينا اليخوت. واختتم سيادته الجولة بالمرور على الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية.